السلام عليكم، ازيكم يا دكاتره؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنكمل شغلنا واللي بدأناه الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات يا دكاتره كنا اتكلمنا عن البناين نان اودونتوجينيك ابيثيليال تيومرز وخلصناها، اتكلمنا عن الاسكويموس البابيلوما واتكلمنا عن الكيراتو اكانسوما. فاكرين يا دكاتره؟ اعتقد الامور كانت سهله وبسيطه الفيديو اللي فات. النهارده باذن الله هنتكلم عن ايه؟ النهارده هنتكلم عن المالجنانت نان اودونتوجينيك ابيثيليال تيومرز. هم عباره عن 3 انواع، هندرس منهم نوع واحد فقط الا وهو الاسكويموس سيل كارسينوما، والنوع ده مهم جدا 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 لان هو يا دكاتره يمثل 90% من الاورام السرطانيه اللي بتحصل داخل الاورا كافيتي. فالوقت انا بكلمك عن نوع هو الاكثر انتشارا ما بين الاورام السرطانيه في المنطقه بتاعت الاورال، من عشان كده الموضوع ده مهم وهيكون ليه ايفالويشن خاص بيه وهنعرف عنه امور خاصة بهذا النوع الا وهو الاسكويموس سيل كارسينوما. الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن الاسكويموس سيل بابيلوما، النهارده هنتكلم عن الاسكويموس سيل كارسينوما والذي يعد نوع من انواع المالجنانت نان اودونتوجينيك ابيثيليال تيومرز. اوكي دكاتره، ده ان شاء الله هيكون موضوع النهارده. هناخد ايه؟ هناخد الاسكويموس سيل كارسينوما، بناتي ليها هذا الاختصار سكويموس سيل كارسينوما. ده ان شاء الله هيكون موضوع فيديو النهارده، هيكون فيديو بسيط جدا وسهل جدا. لو لاحظتم هتلاقوا ان انا مش مشغل الشاشه، ليه؟ لان اصلا فيديو النهارده مش محتاج اي صور خالص، هيكون كلها صور توضيحيه للورم نفسه. ولو انا جبت الصور بتاعت السكويموس سيل كارسينوما وحطيتها على الشاشه ممكن يوتيوب يقفل القناه. فاحنا النهارده مش محتاجين اي صور خالص، تقدروا تبحثوا عن الصور الخاصه بالسكويموس سيل كارسينوما، ده اللي تعرفوه ان شاء الله لما تبحثوا عن الصور بتاعتها. اما انا هكلمكم عن جميع التفاصيل الخاصه بهذا السكويموس سيل كارسينوما وهنعرف ازاي نعمل ليها ايفالويشن. كل الكلام ده ان شاء الله هنعرفه بعد الانترو، يلا بينا. انا الوقت دكاتره رايح اقدم لاي شركه، فانا بعطيهم السي في بتاعي وبعطيهم مقدمه انا مين ووظيفتي ايه وبعمل ايه وبقدر اعمل ايه. نفس الفكره بالظبط، تعالى كده اعطيني مقدمه، عرف لي هذا السكويموس سيل كارسينوما هو عباره عن ايه. هقول لك ان هو عباره عن تيومر. هذا التيومر بيحب يجي في الناس البيضاء اكتر من الناس البلاك، فهو بيكون موجود في الناس البيضاء اكتر من البلاكس. اوكي، يبقى دلوقتي ده السكويموس سيل كارسينوما. انت يا عم السكويموس سيل كارسينوما انت عباره عن ايه؟ انا عباره عن تيومر باجي فيه الناس البيضه اكتر من البلاك، تمام؟ باجي فيه الميلز اكتر من الفيميلز بنسبه 3:1. يعني انا ورم بحب الناس البيضه وبحب الميلز اكتر من الفيميلز بنسبه 3:1. انا عباره عن تيومر. هذا التيومر يا دكاتره يعد سادس اكتر تيومر بيجي عند الميلز ورقم 12 عند فيميلز. يعني الوقت يا دكاتره لما اجي اقول لك تعالى رتب لي الاورام الاكثر انتشارا ما بين الميلز، هقول لك 1 2 3 4 5، رقم 6 يجي السكويموس سيل كارسينوما. طب في الفيميلز 1 2 3 لحد 10 11، رقم 12 بيجي السكويموس سيل كارسينوما. فالسكويموس سيل كارسينوما بيكون رقم 6 عند الميلز ورقم 12 عند الفيميلز من حيث الاكثر او الانتشاريه ما بيننا، اتفقنا؟ تمام. فهو بيكون انا الوقت السكويموس سيل كارسينوما عباره عن تيومر، بكون رقم 6 عند الميلز، رقم ال 12 عند الفيميلز. اوكي، ده من حيث most common الانتشاريه بتاعته. طب بالنسبه لدكاتره لهذا التيومر، انا الوقت التيومر وضع ايه ما بين جميع التيومرز في الجسم كله؟ هل مثلا انا بمثل 5% من جميع التيومرز اللي في الجسم كله؟ هل انا بمثل 25%؟ هل انا بمثل نسبه قليله جدا 5 من 100%؟ لا، ده هو بيمثل يا دكاتره 3% من اول كانسر، يعني جميع الاورام اللي ممكن تتوقعها وتتخيلها في جميع الجسم كله هذا السكويموس سيل كارسينوما يمثل 3% منهم. يبقى الوقت يا دكاتره انا الوقت عباره عن السكويموس سيل كارسينوما عباره عن تيومر ممكن اجي في 3% من اول كانسرز. اوكي دكاتره تمام. طب دلوقتي انت قلت لي هو نسبته كام من جميع الكانسرز؟ طب هو نسبته كام من الاورال كانسرز؟ يمثل 90%.
ودي قلتها في الاول، تخيل. فهو نسبته كبيره جدا 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 مقارنه بنظرائه داخل الاوراكافيتي، فهو يا دكاتره يمثل 90% من الاورال كانسرز. دي دكاترة مقدمة عشان نعرف انت مين. الوقت الاسكوما السكر سينوما انا عرفته، عرفت ان هو دكاترة بيجي في الناس البيضة وفي الميلز، عرفت ان هو بيكون رقم 6 عندنا ورقم 12 عند في ميلز، عرفت ان هو يمثل 3% من الاول تيومرز، وعرفت ان هو يمثل 90% من الاورال تيومرز. دي مقدمة لازم نعرف عنه. تعالوا بقى دكاترة نتكلم عن الكلينيكال برزنتيشن بتاعته. يعني مثلا اول حاجة دكاترة ممكن نعرفها عنه، هل هو بيحب البون ولا بيحب المنطقة البريفرال اللي هو الاورال ميوكوزا واللثة والتنج والكلام ده. دي اول حاجه هنتكلم عنها. بعد كده دكاتره هنتكلم بقى في باقي التفاصيل الخاصه بيه، الشكل بتاعه والامور دي. اوكي، همسح بس الجزء ده ونتكلم عن الكلينيكال بريزنتيشن بتاعه هذا السكويموس سيل كارسينوما. يلا دكاتره، بالنسبه للكلينيكال بريزنتيشن اوف السكويموس سيل كارسينوما فهي ممكن تكون موجوده في منطقتين، اما منطقه سنترال واما منطقه بريفرال. كلنا عارفين ان المنطقه السنترال مقصود بيها هو البون، فهو ممكن ينتشر داخل البون ويسبب بين، وممكن في بعض الاحيان ما يسببش بين. فبالنسبه لمكانه السنترال فهو ممكن ينتشر داخل البون، فدي النقطه برضو لازم نعرفها عنه. هو ممكن يعمل ايه لهذا البون؟ ممكن يسبب ليه ديستراكشن، يعني ممكن يدمر البون ده يا دكاتره، وممكن يسبب بين، يعني ممكن يكون بينفل وممكن يكون بينلس. اوكي، ده بالنسبه للسنترال. طب بالنسبه للبريفرال، بريفرال يعني بيكون موجود في سوفت تيشو، تمام. فهو ممكن الدكاتره يكون ليه كذا شكل، ممكن يكون وايت باتش، ففي حاله ان هو وايت لونه ابيض فهو بيكون عامل زي مين؟ زي الليوكوبليكيا. طب افرض ان هو ريد باتش فهو بيكون عامل زي الريتروبليكيا. طب افرض ان هو عباره عن مزيج ما بين الابيض والاحمر فهو بيكون عباره عن سبيكلد ليوكوبليكيا. طب افرض الدكاتره ان هو كان عباره عن حاجه عاليه فهو يكون اكزوفيتك. طب افرض ان هو كان عبارة عن حاجة واطية في ديبريشن موجود فهو بيكون اندوفيتك اللي هي الالسر. فهي دي اشكال يا دكاترة اللي ممكن يتواجد عليها هذا السكويموس سيل كارسينوما في حالة ان هو تواجد داخل سوفت تيشو. فتعالى كده نرتبهم تاني. ممكن مثلا لو كان عبارة عن حاجة وايت، يعني ممكن يكون لونه ابيض، فبالتالي بيكون عامل زي الليوكو بليكيا. ممكن يا دكاترة يكون ريد، ففي الحالة دي بيكون عامل زي الإريثرو بليكيا. ممكن يا دكاترة يكون مزيج ما بين الوايت اند الريد، ففي الحالة دي يا دكاترة بيكون عبارة عن سبيكلد ليوكوبليكيا. وممكن يا دكاترة يكون حاجة اكزوفيتك، يكون منطقة عالية، ممكن يكون منطقة واطية اندوفيتك. اوكي، ممكن يكون اكزوفيتك، وفي الحالة دي يا دكاترة بتكون هارد، بتكون جامدة اند انديوريتد، بتكون ثابته وجامده. ممكن يا دكاتره تكون اندوفيتك. اوكي، واندوفيتك في الحاله دي بيكون عباره عن، بتكون عباره عن ألسر، او اللي بنسميه مالجنانت ألسر، وده مصطلح مهم جدا جدا هنتكلم عنه بالتفصيل في النقطه دي. فدي يا دكاتره الاشكال اللي ممكن يتواجد عليها هذا السكوماس سيل كارسينوما. تاني، هو ممكن يكون موجود في سنترال يعني في البون فبيسبب ليه ديستراكشن، ممكن يسبب بين بينفول، ممكن ما يسببش بين، بيكون بينلس. طب افرض بقى ان هو تواجد في منطقه زي السوفت تيشو، ففي الحاله دي يا دكاتره ممكن يكون لون ابيض فبيكون زي الليوكوبليكيا، احمر الريتروبليكيا، مزيج سبيكلد ليوكوبليكيا. طب افرض ان هو منطقه عاليه بتكون هارد اند انديوريتد، بتكون جامده وثابته، ففي الحاله دي دكاتره بيكون اكزوفيتك. طب افرض بقى ان هو حاجه واطيه ديبريشن، في الحاله دي بيكون ألسر، بنسميها المالجننت ألسر، وده يا دكاتره يعتبر العنوان اللي جاي واللي مهم جدا ان احنا نفهمه ونعرف التفاصيل الخاصه بهذه المالجننت ألسر. احنا دكاتره عندنا كذا ألسر، ممكن يجي لي ألسر هنا في الاورا كافيتي، في الانر سيرفيس اوف ذا ليب، في الانر سيرفيس اوف ذا اورا ميكوزا، او ايا كان. طبيعي جدا اي حد فينا، سواء انتوا انا اي حد، جاله ألسر، تمام. بس الألسر اللي احنا عارفينها اللي بتسبب مشكله وانت بتاكل، وخصوصا الحاجه المالحه او الحمضه، بتسبب يا دكاتره بين، تمام. بس الألسر دي نظامها ايه؟ الألسر دي بتقعد يومين، ثلاثة، أربعة، ماكسيمم خمسة. بس يا دكاتره فكره ان الألسر تستمر اكتر من اسبوعين، في حاله ان الألسر استمرت اكتر من اسبوعين، more than 2 weeks، في الحالة دي دكاترة بيقول لك يفضل انك تاخد منها بايوبسي، يعني تاخد منها عينة. ليه اخد منها عينة؟ عشان اطمن، لان لفكرة
ان الالسر تستمر لمده طويله دي اكتر من اسبوعين دي حاجه تخوفني. هقول لك تعالى بقى هاخدك هناخد منك عينه وبعد كده نطمن هل هو حاجه غريبه في مشكله في اي حاجه نقدر نعرفها من بعد ما ناخد العينه. فدي الفكره كلها، احنا عندنا ألسرز كتير، كلنا جالنا ألسرز، ولكن المالجنت ألسر بعيد الشر عننا كلنا، طبعا دي مشكله كبيره جدا. طب تعال نعرف بقى ازاي نميز المالجنت ألسر عن باقي الألسرز العاديه اللي بتجيلنا، ازاي بقى نميزها؟ بيكون لها دكاتره خصائص خاصه بيها هنعرفها في الرسمه اللي انا رسمها دي. الألسر يا دكاتره شايفين المنطقه الوتري صح؟ تمام. احنا عارفين ان الالسر العاديه بيكون شكلها عامل كده، منطقه ديبريشن اوكي، ممكن يكون عليها يعني غطا شبه ده وبيكون ده الايدج بتاعها اوكي، ده الالسر العاديه اللي احنا عارفينها. بس يا دكاتره بالنسبه لي المالجننت الالسر لا، الوضع مختلف جدا، دي الديبريشن بتاعتها بيكون الايدج بتاعها دكاتره عامل بالمنظر ده، ده الايدج بتاعها، الايدج بتاعها مميز جدا جدا جدا، بيقول لك ان الايدج بتاعها بيكون رولد وبيكون افيرتد. يعني افيرتد يعني بيكون دكاتره يعني عالي ومع يعني ملفوف كده، رولد اند افيرتد، ده بالنسبه لي الايدج بتاعها. فالايدج بتاعها زي ما انتم شايفين كده دكاتره بيكون مميز جدا جدا جدا. فرقم واحد عندنا ان الايدجز بتاعتها دي مهمة جدا، بتكون ريزد، بتكون مرفوعة، رولد اند افيرتد. عارف انت لما يكون في حاجة مرفوعة وملفوفة كده، ده المنظر اللي انتوا شايفينه اهو، ده بيكون الشكل بتاعها اوكي، ده رقم واحد. طب بالنسبة لدكاترة رقم اتنين من ضمن الخصائص بتاعتها ان بيكون الفلور بتاعها، عارف انت لما يكون فلور وسخ لمؤاخذة طبعا، هي نفس الفكرة بالظبط، بتلاقوا ان الفلور بتاعها يا شباب بيكون وسخ، بيكون عبارة عن نيكروتيك فلور ويز باد اودور، بتكون الريحة وحشة، بيكون فلور نيكروتيك. يبقى الوقت احنا عندنا الفلور بيكون نيكروتيك ويز باد اودور، الريحة بتكون وحشة، فده بالنسبة للفلور. بيقول لك ان الالسر دي عكس بقية الالسرز، بتكون جامدة، بتكون انديوريتد، بتكون هارد، فده برضو يعتبر حاجة مميزة للمالجننت ألسر. احنا عارفين ان المالجننسي بتكون حاجة هارد تمام، معروفة، انما حتى لما يكون في ليمف نود في كانسر لما تيجي تضغط عليها بتلاقي حاجة جامدة، نفس الفكرة بالظبط، هنا المالجننت ألسر بتكون هارد اند انديوريتد تمام. يعني عشان اقدر اميزها بعمل دي كده، عارف انت لما يكون في كولاجين فايبرز كتير فده السبب بتاع الهاردنس اللي هي فيها، فهي دكاتره بتكون انديوريتد، بتكون هارد، فدي برضو دكاتره يعتبر حاجه مميزه لهذه الالسر، ان هي بتكون فيكسد، في فيكسيشن ما بينها وما بين الاندرلاينج تيشو اند انديوريتد اوكي، دي برضو حاجه مميزه لهذه الالسر. رقم اربعه واحنا قلناها ان هو بيكون لونج ستاندنج، ان هي بتطول اوكي، ودي برضو معلومه مهمه، لونج ستاندنج يعني بتطول. رقم خمسة دكاترة ان هي بتكون مغطاة باسكار وسهل جدا جدا يحصل لها نزيف اوكي، يعني بتكون كراستد اند ايزلي بليدنج، يعني هي بتكون مغطاة بغشاء دكاترة وسهل جدا 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 يحصل ليها نزيف اوكي، ايزلي بليدنج. لو انت رسمت الرسمة دي تفهم كل حاجة. رقم واحد الا وهي الايدجز، بتكون ريزد، بتكون افيرتد اند دكاترة رولد. رقم اتنين دكاترة الا وهي الفلور، الفلور بيكون نيكروتيك ويز باد اودور. رقم ثلاثة هو موضوع الفيكسيشن اند انديوريشن. رقم اربعة دكاترة هو اللونج ستاندنج. رقم خمسة دكاترة اوكي الا وهي ان هي بتكون كراستد اند ايزلي بليدنج. دي يعتبر جميع الخصائص الخاصة بهذه المالجننت ألسر. لو انا شفت هذه الخصائص موجودة في اي ألسر في الحالة دي، ده بيعطيني انطباع ان هي ممكن تكون عبارة عن مالجننت ألسر وهنا تكون مشكلة اوكي. فرقم خمسة دكاترة بتكون كراستد اند ايزلي بليدنج، اتفقنا دكاترة زي الفل. دي نقطة مهمة جدا جدا ولازم ناخد بالنا منها عشان نقدر نعرف المالجننت ألسر اوكي تمام. بيقول لك في ديفرنشال دايجنوزز موجود، تاني كده بيقول لك ان في ديفرنشال دايجنوزز موجود ما بين هذه المالجننت ألسر وما بين حاجات تانية. بمعنى ايه؟ بمعنى دكاترة ان انا ممكن برضو اشوف حاجة تانية بيكون عندها الايدجز ريزد رولد اند انفرتد. ففي الحالة دي دكاترة لو انا شفت دي الايدجز دي بالشكل ده، انا ممكن اتلخبط هل هي عباره عن مالجننت ألسر ولا عباره عن حاجه تانية. فطبعا في الحاله دي يفضل انك تاخد عينه عشان تقدر تحدد، فمش هينفع خالص انك تحدد كلينيكالي، لا انت ممكن تحدد في الحاله دي باثولوجيكالي من خلال انك تاخد عينه
اوكي. طب دلوقتي عرفني ممكن يحصل ديفرنشال دايجنوزز ما بين هذه المالجننت ألسر وما بين مين؟ وما بين يا دكاتره مثلا الألسر اللي بتنتج عن الناس اللي عندهم التي بي، مرض التي بي، برضه يا دكاتره الناس اللي عندهم السيفلس بينتج عنهم ألسر، في الحاله دي بيكون نفس الشكل بالظبط. وكمان برضو دكاترة الناس اللي بيكون عندهم كورونيك تروماتيك ألسر، في الحالة دي برضو بيكون عندهم الإيدجس بتاخد نفس الشكل بالظبط. وكمان الناس اللي عندهم دكاترة فنجل ألسر، ديب فنجل ألسر، في الحالة دي بيكون عندها نفس الشكل. يبقى الوقت يا دكاترة أنا ممكن يحصل عندي ديفرنشال دايجنوزز ما بين هذه المالجننت ألسر وما بين الخمسة دول أو الأربعة دول، مالجننت ألسر أوكي، بيكون عندها الإيدجس بتكون raised and rolled and inverted. ممكن يحصل differential diagnosis ما بينها وما بين الأربعة دول. ممكن يا دكاترة ال TB ulcer أوكي، ممكن يا دكاترة السيفليتيك ulcer، الناس اللي عندهم السيفلز، الناس اللي عندهم يا دكاترة chronic traumatic ulcer، والناس اللي عندهم الديب فانجل ulcer. الأربعة دول يا دكاترة بيكون عندهم نفس الشكل بالظبط بتاع الإيدجز، ففي الحالة دي ممكن يحصل كده لخبطة في الدايجنوزز ما بينهم، ففي الحالة دي يفضل ناخد عينة. فهمنا الفكرة يا دكاترة؟ دي يعتبر نقطة مهمة جدا كان لازم نتكلم عنها في الأول عشان نقدر نعرف المالجننت ألسر والخصائص الخاصة بيها، عشان أول ما أشوف ألسر واخدها هذه الخصائص أقدر أعرف إن هي عبارة عن مالجننت ألسر، أوكي؟ همسح يا دكاترة جزء من البورد وهنتكلم عن آخر حاجة متعلقة بالكلينيكال برزنتيشن، وبعد كده هندخل في الإيفالويشن. يلا دكاترة عشان نعرف الأماكن بقى اللي ممكن تتواجد فيها. أنا قلت لك إن هي ممكن تتواجد سنترال وممكن تتواجد بريفرال. طب عرفني بقى بالنسبة للسنترال البون بقى بشكل عام، سواء البون بتاع الأبر ريدج أو اللور ريدج. طب بالنسبة للبريفرال فهقول لك إن هي ممكن تتواجد انترا أورالي في أي حتة وهنتكلم عنها دلوقتي. طب هي ممكن تكون موجودة في السكين؟ هقول لك لا، ده ورم أو تيومر هو بتاع الأورال كافيتي آخره في الأكشن، وقت ما يطلع بره بيطلع عند الفيرميليون بوردر، ما يطلعش عن كده. فالسكوما سيكرسينوما دكاترة إما يتواجد في السوفت تيشو في الفيرميليون بوردر وإما انتر أورالي، ودي اللي هنتكلم عنها. فالوقتي أنت بالنسبة للسايد بتاعك أيها السكوما سيكرسينوما هتقول لي إن هو ممكن يتواجد في مكانين دول، ممكن يتواجد في الفيرميليون بوردر أو يا دكاترة انترا أورالي، أوكي زي الفل. طب بالنسبة دكاترة لتواجدها في الفيرميليون بوردر، هل هي بتكون موجودة في الأبر ليب أكتر ولا اللور ليب؟ هقول لك إن هي بتكون متواجدة في اللور ليب أكتر من الأبر ليب في 90% من الحالات، ودي حاجة كويسة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن تواجدها في الأبر ليب بيكون حاجة دينجرس. اللور ليب مهما كان هي متعلقة بالمندبل وبعيدة شوية عن المناطق الحساسة اللي هنا، وبعيدة أقل حاجة ممكن أقول لك إن هي بعيدة عن البرين. فطبعا لو هي تواجدت في البرين إحنا عارفين إن هي عبارة عن كانسر، كانسر عنده خاصية بتاعت الميتاستاسيز، اوبا ميتاستاسيز انتشار يعني مصيبة. فالوقتي تواجدها في الابر ليب بيكون بالنسبة لي مور دينجرس عن اللور ليب، من عشان كده الحمد لله نحمد ربنا الف مرة ان هي لما بتتواجد بتتواجد في اللور ليب بنسبة 90%، ودي حاجة كويسة. فالوقتي دكاترة بالنسبة لي تواجدها في الفيرميليون بوردر هقول لك ان هي تتواجد في اللور ليب اكتر من الابر، لان هي تتواجد في اللور بنسبة 90%. وعايز اقول لك برضو ان تواجدها في الابر ليب ده بيكون مور دينجرس، اوكي؟ لو هي تواجدت في الابر ليب ده بيكون دينجرس جدا 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 بالنسبه لي. هي برضو دكاتره بتكون موجوده في الناس الوايت اكتر من البلاك زي ما احنا متفقين في الاول خالص، اوكي زي الفل. ولو في ناس اللي بتشرب السيجار فهي بتتواجد عند المكان اللي بيتحط فيه السيجاره. احنا عارفين الناس اللي بتشرب سجاير هم بيكون بيشربوها من المكان ده كده، ففي المكان ده ممكن يحصل تكوين لهذه السكوما سيل كارسينوما. اتفقنا دكاتره زي الفل. ده بالنسبه لمكان تواجدها عند الفيرميليون بوردر. طب بالنسبه لدكاتره الانترا اورالي هقول لك لما اجي اقارن مكان تواجد هذه السكوما سيل كارسينوما ما بين الفيرميليون بوردر وما بين انترا اورالي، هقول لك ان هي لما بتتواجد بتتواجد انترا اورالي اكتر بكتير جدا مقارنه بالفيرميليون بوردر. يعني لما اجي احصي عدد الناس اللي عندهم هذه السكوما سيل كارسينوما بيكون موجوده انتر اورالي اكتر بكتير جدا جدا مقارنه بالفيرميليون بوردر. فهي دكاتره ممكن تكون موجوده في السوفت بلد، ممكن تكون موجوده في التانك، ممكن تكون موجوده في الفلور اوف ذا ماوس، ممكن تكون موجوده في الهارد بلد، ممكن تكون موجوده في الجنجيفا، في الاورال ميوكوزا او البقع ميوكوزا. كل الكلام ده دكاتره ممكن تتواجد فيه هذه السكوما سيل كارسينوما. فبالنسبه لمكان تواجدها فانا اقول لك اي منطقه انتر اورالي، يعني مثلا هعدد لك كده المين سايد بتاعها بيكون في التانج دكاتره، وخصوصا عند اللاترال سايد
of the posterior third بيكون موجودة مثلا في السوفت بلد، بيكون موجودة مثلا في الانتيريور سايد اوف تانج، بيكون موجودة في الجنجفا، بيكون موجودة في الهارد بلد، بيكون موجودة في البقاميوكوزا، في فلوروس ماوس، كل دي الاماكن اللي ممكن تتواجد فيها هذه السكوماس كارسينوما. اوكي زي الفل. فده دكاترة بالنسبة للسايد بتاعها ادينا عرفناها وسهلة جدا. طب بالنسبة لدكاترة لطريقة الانتشار بتاعتها، فهي لما بتنتشر دكاترة اللي هو السبريد اللي هو الميتاستاسيس، فهو بيحصل لها انتشار اما من خلال البلد واما من خلال دكاترة الليمف. لو حصل ليها انتشار من خلال الليمف فهي بتروح للليمف نودز، تمام، فبتسبب فيها المشاكل واللي هنعرفها ان شاء الله دلوقتي في الايفالويشن. اما لو انتشرت من خلال البلد فطبعا ده مور دنجرس، وفي نفس الوقت بتنتقل من خلال البلد الى جميع اجزاء الجسم، وهنا مصيبه جدا جدا جدا، فالشخص في الحاله دي بيموت على طول. فطبعا انتشارها من حيث البلد او من خلال البلد بيكون مور دنجرس مقارنه ب الليمف او انتشارها في الليمف. اوكي، لان هي لما بتنتشر في الليمف بتروح عند الليمف نود، فممكن بقى تعمل فيها مشاكل اللي هنعرفها دلوقتي. اوكي دكاتره، بس كده ده اللي عايزكم تعرفوه بالنسبه لهذه الكلينيكال برزنتيشن. في الديوريشن والكلام ده مش مهم قوي، مش مطلوبه منكم. الوقت بقى هنعمل ايه؟ الوقت هندخل على النقطه بتاعت الايفالويشن، وهي مهمه جدا جدا جدا. ايه هو الايفالويشن؟ دلوقتي انت امتحنت، فانا بعمل ايفالويشن للشغل بتاعك، او انت مثلا عندك امتحان او كويز عملي وكده، فانا بعمل لك ايفالويشن للشغل بتاعك. نفس الفكره بالظبط، انا عندي دلوقتي سكوما سيل كارسينوما، فانا بعمل لها ايفالويشن. هل هذه السكوما سيل كارسينوما دكاتره، اوكي ركزوا معايا، هل هذه السكوما سيل كارسينوما جريد 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا نظامها ايه؟ هل هذه السكوما سيل كارسينوما بورلي ديفرنشيتد ولا مودريتلي ديفرنشيتد ولا ويل ديفرنشيتد؟ اللي هنعرفه. فالوقت يا دكاتره انا لما باجي اعمل ايفالويشن للحاله اللي قدامي، فانا بعملها من خلال طريقتين. الطريقه الاولى كلينيكالي، فبنسميها كلينيكال ايفالويشن. الطريقه الثانيه يا دكاتره بتكون هيستولوجيكالي او باثولوجيكالي، ودي بتكون من خلال ان احنا ناخد عينه. فلما بناخد عينه بنقدر نحدد هل هي ويل ديفرنشيتد، ودي كنت اشرت عليها الفيديو اللي فات، ولا هي مودريتلي ديفرنشيتد، ولا هي بورلي ديفرنشيتد. ده كل حاجه متعلقه بباقي فيديو النهارده. اوكي همسح الجزء ده من البورد ونتكلم عن الايفالويشن بتاعها. هنبدا الاول بالكلينيكال ايفالويشن، بعد كده هنتكلم عن الباثولوجيكال ايفالويشن. يلا بينا. يلا دكاترة، اول حاجة هنعملها الا وهي كلينيكال ايفالويشن. انا جبت الوقت قدامي سكوما سيل كارسينوما، فانا هعمل له ايفالويشن. اول حاجة كلينيكال. كلينيكال يعني ايه؟ انا هشوفه بنفسي، هعمل بعض الاكزامينيشن، ومن خلاله هقدر احدد الستيج بتاعت هذه السكوما سيل كارسينوما. اوكي تمام. النظام اللي معانا او السيستم اللي احنا ماشيين وراه بنسميه التي ان ام ستيجنج سيستم. تي عشان يا دكاترة تيومر سايز، تاني تي عشان التيومر سايز. اوكي، الان عباره عن اوريجينال ليمف نود ميتاستاسيس، يعني لما حصل ميتاستاسيس للكانسر ده راح لليمف نود قريب منه. فعايزين نعرف النظام بتاع الليمف نود ده لما حصل ليه ميتاستاسيس بقى نظامه ايه. تالت حاجه دكاتره الا وهي الديستانت ميتاستاسيس. ديستانت يعني ايه؟ يعني انتشار من خلال البلد. فانا هعمل ايفالويشن لكل الكلام ده، هشوف التيومر سايز، وهشوف هل حصل ليه ميتاستاسيس وراح لليمف نود مجاوره، وهشوف هل عمل ديستانت ميتاستاسيس من خلال البلد. ده اللي هنعرفه. فانا من خلال تقييمي للامور دي هقدر احدد الستيج بتاعت هذه السكوما سيل كارسينوما، هل هي حاجه خطره جدا ولا لسه في اولها ولا في مرحله متوسطه. ده اللي احنا عايزين نقيمه عشان نقدر نحدد خطوره الموقف اللي احنا فيها. فهمتوا احنا بنعمل ايفالويشن ليه؟ عشان نقدر نحدد الخطوره بتاعت الموقف اللي احنا فيه، هل احنا في مرحله مبكره ولا متاخره ولا ماشيين في النص. تمام زي الفل. من عشان كده سميناه TNM system. اوكي تمام، هنبدأ الاول يا دكاترة بالتيومر سايز. انا بعمل ايه؟ انا الوقتي مثلا انا قادر احدد السايز بتاع هذا التيومر، فانا هعطيه رقم من الارقام اللي جاية، ممكن 1 ممكن 2 ممكن 3 ممكن 4، صح؟ 1 بيكون صغير قوي، 2 اكبر شوية، 3 اكبر شوية، 4 اكبر شوية. فانا بقولك تي 1 تي 2 تي 3 تي 4 زي الفل زي الفل. هل ينفع اقول تي 0؟ حد يتخيل معايا كده؟ 0 يعني مفيش تيومر. طب انت نفسك قلتها اهو، 0 يعني مفيش تيومر. طب انا دلوقتي بعمل ايفالويشن ليه ما دام مفيش تيومر؟ خدتوا بالكم؟ فطبعا محدش يقول لي هنا تي 0، محدش يقول لي تي 0. تي 0 ده معناه ان مفيش تيومر؟ لا، هو في تيومر والله. فمن عشان كده التيومر ده ممكن يكون 1، ممكن يكون 2، ممكن 3، ممكن 4، بس فكره ان في 0 لا مفيش 0. اوكي تمام. فتعالوا دلوقتي يا دكاتره نتكلم عن النقاط دي. ممكن انا اقدر احدد او ما اعرفش احدد. ففي حاله ان انا ما قدرتش احدد
التيومر سايز في الحاله دي يا دكاتره بنسميها تي اكس. اوكي بنسميها ايه؟ بنسميها تي اكس. طب افرض ان انا حددته طلع سايز صغير قوي، بيكون عباره عن تي 1، وهنعرف السايز ده قد ايه بالظبط. طب افرض كان اكبر شويه بنسميه تي 2، طب افرض كان اكبر شويه بنسميه تي 3، طب افرض كان اكبر شويه بنسميه تي 4، وده اخر حاجه موجوده معانا. تمام يا دكاتره؟ تمام. تاني كده، واحد عنده تيومر وعرفنا ان هو عباره عن سكوما سكر سينوما، اتاكدت ان دلوقتي عايز اعمل ايفالويشن للسايز بتاعه. هل انا قادر احدد السايز بتاعه؟ ايوه قدرت. فلما حددت السايز بتاعه لقيته تي 1 او تي 2 او 3 او 4. طب افرض بقى ان انا مش قادر اعمل له ايفالويشن، مش قادر احدد السايز بتاعه، بيكون عباره عن تي اكس. اوكي فهمنا دلوقتي اكس دي معناها ايه؟ تي اكس يا دكاتره معناها ان هذا التيومر كانت بي ايفالويتد. متفقين عليها؟ تمام. طب بالنسبه لتي 1، تي 1 دكاتره يعتبر اصغر حجم ممكن يكون عليه التيومر، بيكون اقل من 2 سم. لما يكون التيومر اقل من 2 سم، ودي نقطه مهمه جدا، في حاله ان انا لقيت تيومر قدامي وجيت اشوف السايز بتاعه لقيته اقل من 2 سم لسه صغير، في الحاله دي بنسميه تي 1. طب افرض يا دكاتره ان هو كان اكبر من كده شويه، كان من 2 ل 4 سم، في حاله ان هو من 2 الى 4 سم بيكون عباره عن تي 2. اوكي ركزوا في النقطه دي. طب افرضوا دكاتره ان هو كان اكبر من 4 سم، في حاله ان هذا التيومر اكبر من 4 سم في الدايمتر بيكون عباره عن تي 3. تاني كده، في حاله ان هو كان عباره عن اكبر في السايز من 4 سم بيكون يا دكاتره عباره عن تي 3. اما دكاتره بالنسبه للتي 4 فهي برضو بتكون اكبر من 4 سم. الله، طب انا ازاي هقدر اميز ما بين تي 3 وتي 4؟ تي 3 يا دكاتره ما بيحصلش اي ميتاستاسيس لحاجه مجاوره. بمعنى ايه؟ بمعنى وليكن ان التيومر ده اللي انا حددت السايز بتاعه كان موجود في الجنجفا، لو فضل موجود في الجنجفا ما راحش للتانك وهو اكبر من 4 سم، في الحاله دي بيكون عباره عن تي 3. يبقى هنا يا دكاتره هنكتب ان هو موجود في الجنجفا فقط اهو. اما دكاتره افترضوا ان هذا التيومر لما جيت اعمل ايفالويشن للسايز بتاعه في الجنجفا لقيت ان هو اكتر من 4 سم وراح للتانك، لقيت ان المشكله دي بدات تنتشر ووصلت للتانك، في الحاله دي بنسميه تي 4. اوكي فهمنا الفرق ما بين تي 3 وتي 4 يا دكاتره؟ ناخد بالنا منها، وكلام سهل جدا 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 جدا. تمام، يبقى ده يعتبر الايفالويشن من حيث السايز. طب تعالى نتكلم الاول عن الايفالويشن من حيث الديستانت ميتاستاسيس. المفروض الترتيب كده، ولكن دي اكتر واحده هتطول فيهم فخلونا في دي. بالنسبه للديستانت ميتاستاسيس فالمقصود بيه ان هو الانتشار من خلال البلد، ودي اكتر حاجه دكاتره خطيره، اكتر حاجه تخوفني. موضوع الانتشار من خلال البلد حاجه صعبه جدا. فهنا دكاتره بنقسمها الى تقسيمتين، ام اكس ام 0 ام 1. التقسيمتين اللي معانا 0 و 1، اكس دي على طول مستمره معانا. تمام، عندنا ام اكس، حد يلا ترجم لي يعني ايه كلمه اكس؟ يعني ان انا مش قادر اعمل ايفالويشن هل هو عمل ديستانت ميتاستاسيس ولا ما عملش. اوكي يبقى موضوع الديستانت ميتاستاسيس كانت بي ايفالويتد. متفقين عليها؟ تمام. التقسيمتين اللي معانا ام 0 فقط وام 1، يعني الاثنين عكس بعض، اما فيه ميتاستاسيس او ديستانت ميتاستاسيس واما ما فيش. لو ما فيش ام 0، لو فيه مصيبه ام 1. تمام، ام 1 دي اكتر حاجه خطيره، لما اجي اعمل ايفالويشن للتيومر ولقيت ان فيه ديستانت ميتاستاسيس دي حاجه خطيره جدا جدا جدا، ويعتبر اكتر مرحله خطيره، وهي يعتبر اصعب ستيج هناخدها في الاربع ستيجز اللي موجوده معانا. اوكي تاني كده، انا دلوقتي جيت اعمل ايفالويشن هل في ميتاستاسيس ولا لا. فيها دكاتره ميتاستاسيس بنسميها ام 1، ما فيش دكاتره ميتاستاسيس والحمد لله بنسميها ام 0. يبقى هنا دكاتره في حاله ام 0 يبقى الحمد لله there is no distant metastasis، اما ام 1 موجود ديستانت ميتاستاسيس. وهنا يا دكاتره مشكله، مشكله كبيره جدا، دي يعتبر الديستانت ميتاستاسيس فاهمينها جدا وسهله وبسيطه وواضحه جدا يا دكاتره. طب بالنسبه لدكاتره للليمف نود ميتاستاسيس، دي بنقسمها التقسيمه اللي جايه كالعاده. مين المستمر معانا؟ اللي مستمر معانا دكاتره هو مين؟ هو ال اكس. ممكن يكون عندنا ان اكس مستمرة معانا كالعادة، ممكن يكون عندنا دكاترة ان 0، يعني ايه ان 0؟ حد يترجم، يعني مفيش اي ليمف نود ميتاستاسيس. ممكن يكون عندنا ان 1، يعني في ميتاستاسيس حصل للليمف نود. ممكن دكاترة يكون عندنا
N2 ممكن يكون عندنا N3. N2 دكاترة بنقسمها التقسيمة اللي جاية N2A و N2B. N3 بنقسمها N3A N3B N3C. دي التقسيمة اللي موجودة معانا دكاترة من حيث ال regional lymph node metastasis. NX يبقى الوقت انا مش قادر اعمل evaluation هل فيه regional lymph node metastasis ولا مفيش. ده بالنسبة لل NX. فال NX موضوع الايفالويشن مفهومة جدا وسهلة جدا. طب بالنسبة لل N0 N0 دكاترة there is no lymph node metastasis. طب بالنسبة لدكاترة N1 N2 N3 نركز بقى فيهم لان الكلام فيهم مهم جدا 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 عشان نقدر نفرق ما بينهم، هل هو N1 ولا هو N2 ولا هو N3. لما اجي اتكلم لدكاترة عن الثلاثة دول فانا بربط معاهم السايز بتاع التيومر. هل التيومر السايز بتاعه صغير فبالتالي بيكون مثلا N1، هل التيومر ده السايز بتاعه كبير شوية فممكن يكون N2، هنعرفها دلوقتي. اوكي، فتعالوا نتكلم يلا عن الايفالويشن بتاعها عشان اقدر احدد هل هو N1 ولا N2 ولا N3. طب افرض ان هو N2، هل هو N2A ولا N2B؟ طب افرض ان هو N3، هل هو N3A ولا B ولا C؟ تعالوا نعرف الاول بالنسبة لي ال N1. عشان اقدر يا دكاترة اقول على ان هذا التيومر التقسيمة بتاعته ان هو N1 لازم يكون فيه الخصائص اللي جاية. ان التيومر مثلا موجود في مكان هنا، موجود عند الفيرميليون بوردر في المنطقه دي، اوكي، وليكن التيومر موجود في المنطقه دي، تمام، ده السايد اللي موجود هنا الا وهو الليفت سايد. اوكي، لو التيومر موجود في الليفت سايد اللي هنا وعمل انتشار وصل للليمف نود لازم تكون الليمف نود دي موجوده في نفس المنطقه بتاعت التيومر. يعني مثلا ما تقوليش ان الليمف نود اللي حصل فيها مشكله موجوده هنا، لا، الليمف نود اللي حصل فيها مشكله هنا في نفس المنطقه بتاعت مين؟ بتاعت التيومر. يبقى دي بنسميها ابسي لاترال. اوكي، بنسميها هومو لاترال او ابسي لاترال، تمام. تاني شرط ان يكون الدكاتره حصل انتفاخ او مشكله في سنجل لينف نود ما حصلش في مالتيبل. لو حصل في مالتيبل لينف نودز في الحاله دي ما بتكونش N1، بتكون حاجه اكتر من N1، اما N2 او اما N3. اوكي، يبقى تاني ودي مهمه جدا، شروط ان هو يكون N1 ان يا دكاترة يكون الليمف نود اللي حصل فيه مشكلة موجود في نفس المنطقة بتاعت التيومر، ده الشرط الاول. الشرط الثاني ان هي تكون سنجل، يعني حصل مشكلة في اونلي سنجل ليمف نود ما حصلش في اكتر من واحدة. تالت حاجة يا دكاترة ان يكون السايز بتاعها اقل من 3 سم. دي يعتبرهم تلات شروط موجودين عشان اقدر اقول ان هو عبارة عن N1. تاني كده عشان اقدر اقول انك N1 لازم يتوفر فيك التلات شروط دول. اول حاجة ان يكون الليمف نود اللي حصل فيها مشكلة في نفس المكان هومو لاترال، في نفس المكان بتاع مين؟ بتاع التيومر، تمام. تاني شرط ان هو يكون سنجل. تالت شرط دكاترة ان هي يكون اقل من 3 سم ان ديامتر. اوكي دكاترة، دول تلات شروط عشان اقدر اقول ان هذا عبارة عن N1 وليس N2 ولا N3. يبقى ده بالنسبه لدكاتره للـ N1. طب بالنسبه للـ N2، الـ N2 يا دكاتره بيكون فيها حاجتين، السايز من 3 ل 6 سم وبتكون هومولاترال، يعني في نفس المنطقه. يبقى N2 فيها الشرط ده ان هو بيكون هومولاترال وبتكون يا دكاتره من 3 ل 6 سم. اما الاختلاف يا دكاتره هل هي سنجل ولا مالتيبل؟ في حالة ان هي سنجل فهي N2A، في حالة ان هي مالتيبل فهي N2B، بس كده. تاني كده، يبقى بالنسبة لـ N2 يا دكاترة، الـ N2 الاتنين مشتركين في الحاجتين دول، ان السايز بتاعها من 3 ل 6 سم، دي أول نقطة، وإن هي بتكون هومو لاترال. متفقين عليها زي الفل. طب ايه اللي بيختلف او ايه الاختلاف اللي موجود ما بين الـ N2A والـ N2B؟ خلانا اعمل التقسيمة دي. الـ N2A يا دكاترة بتكون سنجل، اما الـ N2B بتكون مالتيبل. ده بس الفرق ما بينهم يا دكاتره، بس. يبقى الـ N2 بتكون السايز بتاعها من 3 ل 6 وبتكون هومولاترال، يعني في نفس المكان. يبقى هتلاقوا هنا يا دكاتره التيومر اهو، ده مثلا البيشنت، هتلاقوا ان الليمف نود اللي حصل فيها مشكله هومولاترال في نفس المكان. بس ممكن بقى يكون حصل مشكله في الليمف نود واحده سنجل ليمف نود، في الحاله دي بنسميها N2A. طب افرضوا ان حصلت في اكتر من ليمف نود مالتيبل، في الحاله دي بنسميها N2B. وضحت الفكره؟ سهله جدا 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 جدا. ده بالنسبه للـ N2. طب بالنسبه لدكاتره للـ N3، الـ N3 دكاتره مهمه جدا وعايزكم تركزوا فيها. ليه؟ لان هي بتتقسم ثلاث تقسيمات N3A و N3B و N3C.
بالنسبه لدكاتره ال N3A فهي الفرق ما بينها وما بين اللي قبلها هو السايز بس. بمعنى ايه؟ بمعنى دكاتره ان السايز بتاعها بيكون اكتر من 6 سنتي، هنا من 3 ل 6 سنتي، هنا دكاتره كان اقل من 3 سنتي، يبقى N1 اقل من 3، N2 من 3 ل 6، N3A اكتر من 6 سنتي، اوكي؟ وبتكون الدكاتره في نفس الوقت سنجل وفي نفس الوقت بيكون هومو. يبقى الوقت هومو وسنجل عادية خالص، ولكن الفرق هو السايز. اول ما الاقي السايز اكتر من 6 يبقى على طول انسى ال2 وانسى ال1 وافكر في ال3. فهي في الحالة دي وقت ما تكون عادية خالص سنجل وهومو بس اكتر من 6 يبقى عبارة عن N3A. طب افرض الدكاترة ان هي ليست متواجدة في مكان واحد فقط، بمعنى ايه؟ بمعنى ان التيومر اهو موجود هنا، التيومر موجود هنا دكاترة في المكان ده، ولكن لقيت ان الليمف نودز اللي حصل فيهم مشكله في التو سايدز، يعني الشخص ده بيكون عنده كلكعتين في الجنب، يعني هو التيومر موجود هنا ولكن هتلاقوا عنده يا دكاتره ليمف نود حصل فيها كلكعه هنا وليمف نود حصل فيها كلكعه هنا. في حاله يا دكاتره ان لقيت ان المشكله في الليمف نودز باي لاترال اهو، في حاله ان المشكله باي لاترال واكتر من 6 سنتي، في الحاله دي دكاتره عباره عن N3B، ودي نقطه مهمه جدا جدا جدا. يبقى اول واحده خدنا بالنا منها، تاني واحده لما تكون بايلاترال، اما يا دكاتره الاخيره لما تكون كونترالاترال. بمعنى ايه كونترالاترال؟ بمعنى يا دكاتره ان التيومر موجود هنا، التيومر اللي فيه مشكله موجود هنا ولكن الانتشار اللي حصل حصل كونترالاترال في الجهه المقابله، يعني التيومر هنا ولكن الليمف نود اللي حصل فيها مشكله موجوده في الجهه المقابله، دي بنسميها كونترالاترال. وفي حاله الدكاتره ان في كونترالاترال يبقى ده عباره عن N3C بغض النظر عن السايز. اول ما اشوف تيومر موجود في سايد والليمف نود اللي حصل ليها الميتاستاسيس موجوده في السايد المقابل يبقى ده على طول بدون اي تفكير N3C. اتفقنا يا دكاتره؟ انا عارف التقسيمه بتاعت التيومر سايز والتقسيمه بتاعت الديستانت ميتاستاسيس سهلين جدا جدا جدا، ممكن بتاعت الليمف نود فيها تكايه ولكن والله سهله. تعالوا كده نقولهم على السريع ونراجعهم على السريع عشان نقول الاستاجس اللي موجوده معانا. يبقى كده خلصنا من الكلينيكال واحده واحده. احنا عندنا دكاتره السايز، تمام؟ هل انا عارف اعمل ايفالويشن ولا لا؟ مش عارف اعمل ليه ايفالويشن، هيكون عباره عن يا دكاتره التي اكس، تي اكس مش قادر اعمل ايفالويشن. طب انا قادر اعمل ايفالويشن، هل ممكن يكون عندنا تي 0؟ مستحيل، تي 0 يعني اصلا ما فيش تيومر. فاحنا عندنا تي 1 تي 2 تي 3 تي 4. تي 1 يا دكاتره بتكون اقل من 2 سنتي، طب تي 2 من 2 ل 4 سنتي، تي 3 وتي 4 الاثنين اكتر من 4 سنتي، تمام؟ ولكن الفرق ما بينهم ان تي 3 فضلت موجوده في مكانها، مكان واحد فقط، ما انتشرتش للمكان اللي جنبها او لاي تيشو جنبها، اما تي 4 انتشرت لمكان جنبها، فمثلا التيومر نفسه كان اساسه في الجنجفا ولكن راح للطنج اللي جنبه، في الحاله دي بنسميها تي 4. سهله سهله. طب بالنسبه لي الديستانت ميتاستاسيس مصيبه، الانتشار من خلال الدم، هل انا قادر اعمل ايفالويشن؟ مش قادر، يبقى بنسميها دكاتره ام اكس، اوكي؟ طب افرض انا قادر، قادر لا اما في لا اما مفيش، يبقى على طول ام 0، في يبقى على طول ام 1، بس كده. ده بالنسبه لي الميتاستاسيس اللي هو ديستانت. طب بالنسبه لدكاتره لي الليمف نود ميتاستاسيس يعني ايه؟ يعني واحد عنده تيومر موجود مثلا في الفيرمينيوم بوردر هنا، تمام، ولكن حصل ليه ميتاستاسيس للليمف نودز المجاوره. فاحنا عايزين نعرف الميتاستاسيس اللي حصل ده هل راح لسنجل ليمف نود ولا مالتيبل، هل راح لنفس الليمف نود اللي موجوده في نفس المنطقه ولا المنطقه المقابله، هل راح لمنطقه واحده او جنب واحد ولا راح للجنبين. ده اللي احنا عايزين نعرفه، ومن خلال ده بنقدر نقسمها الى التقسيمه اللي جايه. انا الوقت قادر اعمل ايفالويشن او مش قادر، مش قادر بنسميها ان اكس. طب افرض ان انا قادر، بنقسمها ان 0 ان 1 N2 N3. N0 الحمد لله ما فيش اي ليمف نود ميتاستاسيس. طب بالنسبه لل N1، ال N1 دكاتره بيكون الليمف نود اللي حصل ليها الميتاستاسيس دي موجوده في نفس السايد بتاع التيومر، يعني التيومر موجود هنا الليمف نود موجوده هنا اللي حصل فيها مشكله، تمام، او اللي حصل لها الانتفاخ، تمام، بتكون سنجل يعني حصلت لي 1 ليمف نود، وبيكون يا دكاتره حجم الليمف نود دي لما انتفخت اقل من 3 سنتي، متفقين عليها زي الفل. دي اول نقطه ولازم تركزوا فيها. طب بالنسبه لل N2، ال N2 بنقسمها تقسيمتين N2A و N2B. طب ليه انا قسمتها كده؟ لان بتختلف، ال N2A حصلت في نفس السايد ولكن في سنجل ليمف نود، ال N2B حصلت في نفس السايز ولكن في مالتيبل، في اكتر من واحده، اوكي؟ ده الفرق ما بينهم سنجل ومالتيبل.
ال N2 بشكل عام متفقين ان هي هومولاترال، وفي نفس الوقت بيكون السايز بتاعها من 3 ل 6 سنتي. سهله جدا جدا، السايز بتاع الليمف نود لما حصل لها الانتفاخ بيكون من 3 ل 6 سنتي. اوكي زي الفل. طب بالنسبه ل N3، N3 بنقسمها N3A N3B N3C. ايه الطفهم ليه؟ لان هي بتكون سنجل وهومولاترال، ولكن السايز بتاع الليمف نود عامل زي البرتقانه اكتر من 6 سنتي. طب بالنسبه لي ال N3B بتكون كلكعتين. افتكرهم N3B كلكعتين. هتفتكروها ازاي يا دكاتره؟ هتفتكروها من خلال انكم تعملوا الشكل ده اهي، ده المنظر بتاع البي. هنا موجود واحده وهنا موجود واحده، تمام؟ هنا موجود كوكاعه وهنا موجود كوكاعه، يعني دي بنسميها باي لاترال. متفقين يا دكاتره؟ فافتكروا دايما N3B كلكعتين، بي شكل بي الكابيتال، بيكون كلكعتين واحده يمين واحده شمال باي لاترال. في الحاله دي بتكون عباره عن N3B. اما ال N3C اول ما اشوف تيوبر موجود في مكان والانتفاخ اللي في الليمف نود موجود في مكان المقابل كونترا لاترال، في الحاله دي بنسميها N3C. متفقين يا دكاتره؟ زي الفل. كده فهمنا كل حاجه متعلقه بالتقسيمه دي. تعالوا نعرف الاستيدجز بقى. دلوقتي انا عملت ايفالويشن، فاكيد لما باجي اعمل ايفالويشن انا بعمل ايفالويشن للسايز، بعمل ايفالويشن هل حصل ديستانت ميتاستاسيس ولا لا، هل حصل يا دكاتره ليمف نود ميتاستاسيس ولا لا. فالوقت مثلا فليكن النتيجه بتاعتي ان هو عباره عن T1 مثلا M0 N0. اوكي فالوقت يا دكاتره انا هكتب عندي ان البيشنت ده اللي عنده هذا السكوما سيكر سينوما عباره عن T1 N0 M0. فانت تفهم على طول ان الشخص ده لسه في المرحلة الاولانية بتاعته. طب افرض بقى ان مثلا كان عبارة عن T4 M1 مثلا N3، في الحالة دي دكاترة تعرفهم ان الشخص ده هيموت خلاص، عنده ديستانت ميتاستاسيس، والمشكلة كمان اللي في الليمف نودز ما شاء الله في اقصى مراحلها، ان السايز بتاعه اكبر ما يمكن. فهمتوا الفكرة؟ فالوقت هنعرف التقسيمة بتاعتنا ستيج 1 2 3 4 وهنعرف كل واحدة فيهم ممكن تحمل ايه، ممكن يكون فيها ايه. يلا بينا. الوقت يا دكاترة انا مثلا عملت ايفالويشن للبيشنت اللي موجود عندي، او عملت ايفالويشن للتيومر اللي موجود عندي، لقيت ان مثلا التيومر ده السايز بتاعه T1، ولقيت ان الحمد لله ما حصلش ميتاستاسيس سواء ديستانت او من خلال الليمف نود او للليمف نود. في الحالة دي دكاترة بيكون عبارة عن ستيج 1. تاني واحد يا دكاترة مثلا انا عملت ايفالويشن المشكلة اللي عندي، لقيت ان هي عبارة عن السايز T2، لقيت السايز دكاترة من 2 ل 4 سنتي، لقيت ان الحمد لله ما حصلش ميتاستاسيس سواء هنا او هنا، في الحالة دي بتكون عبارة عن ستيج 2. في الوقت دكاترة من الاخر زي ما انتم فاهمين انا بقسم بقى، هل الشخص ده في ستيج 1 ولا الشخص ده في ستيج 2 ولا الشخص ده في ستيج 3 ولا الشخص ده في ستيج 4. في حالة دكاترة ان الشخص ده في ستيج 1 بيكون عندنا T1 N0 M0. اوكي T1 N0 M0، ودي نقطة كويسة جدا ان البيشنت ده لسه في المراحل الاولانية بتاعته. طب افرض يا دكاترة ستيج 2، ستيج 2 دكاترة برضو ليها احتمال واحد فقط، في حالة ان السايز كان من 2 ل 4 سنتي يبقى T2 N0 الحمد لله ما حصلش اي انتشار للليمف نود، M0 الحمد لله ما حصلش اي انتشار للبلد او في البلد، فده يعتبر الاحتمال الثاني واللي عباره عن ستيج 2. طب بالنسبه لدكاتره لستيج 3، ستيج 3 دكاتره اكتر من احتمال. ايه هي الاحتمالات اللي ممكن يكون فيها ستيج 3؟ جميع الاحتمالات دكاتره متاحه، ولكن كلهم متفقين M0 الحمد لله ما حصلش اي انتشار من خلال البلد. اوكي يبقى ستيج 3 ما فيهاش M1 خالص، M1 دي موجوده في ستيج 4، ولكن ستيج 3 اي احتمال ممكن يكون موجود بيكون الدكاتره متاح، ولكن ما حصلش فيه اي انتشار في البلد. اوكي يعني مثلا ممكن يكون عندنا T3 N0 M0، تمام متفقين عليها؟ او ممكن الدكاتره يكون عندنا N1، ممكن يكون عندها N1 فقط، دي أول مرة ناخد N1 لحد دلوقتي، N0 N0 N0، ممكن بقى يكون عندنا N1. في حالة بقى إن إحنا عندنا N1 فده عبارة عن ستيج 3. أخدتوا بالكم؟ يبقى ستيج 3 يا دكاترة أكتر حاجة مميزة ليه إيه؟ حاجتين، الحاجة الأولى إن السايز T3 يبقى في الحالة دي إن هو عبارة عن
ستيج 3. في حاله ان السايز تي 3 وكان الان 0 والام 0 فده يعد ستيج 3. اوكي تمام. طب افرض بقى ان احنا كان عندنا ان 1 في حاله ان 1 في حاله ان 1 في حالة دي دكاترة ده عبارة عن ستيج 3 بغض النظر عن السايز بتاع التيومر، سواء كانت التيومر ده تي 1 او تي 2 او تي 3. اوكي، سواء كانت التيومر ده تي 1 او تي 2 او تي 3، دول الاربع احتمالات اللي ممكن يكونوا موجودين معانا في حالة مين؟ في حالة الستيج 3. يبقى الستيج 3 دكاترة ملخص الكلام فيها، اما يكون عندنا التيومر السايز بتاعه تي 3 وكان ان 0 ام 0 في الحالة دي ده عبارة عن ستيج 3، او لقيت قدامي ان 1 في حاله ان هلاقي ان 1 ان 1 بيساوي على طول ستيج 3. خدوا بالكم من النقطه دي. طب بالنسبه لكتر ستيج 4، اي حاله تانية عباره عن ستيج 4؟ اي حاله تانية تتوقعوا ايه الحالات التانية؟ الحالات التانية ان موجود عندنا ام 1 تمام مثلا، صح. الحالات التانية ان احنا ممكن يكون عندنا ان 2 او ممكن يكون عندنا ان 3، صح. ممكن يكون عندنا ان 2 ممكن يكون عندنا ان 3. تتوقعوا بقى دكاتره الحاله الرابعه هتكون ايه؟ في حاله تواجد التي 4. اي حاجه هشوفها من دول يبقى ده عباره عن اسوأ احتمال، الا وهو الستيج 4، وده دكاتره نسبه ان هو يعيش 5 سنين بعد ما انا عملت الايفالويشن ده بتكون قليله جدا 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 يا دكاتره، بتكون حوالي 47%. تاني، ستيج 4 فكرة او نسبة ان الشخص ده يعيش 5 سنين بعد ما انا عملت الايفالويشن ده بتكون قليلة جدا، بتكون دكاترة 47%، ودي طبعا نسبة قليلة. طب تعال بقى نقارن ما بين ستيج 4 وستيج 1. ستيج 1 يا دكاترة نسبة ان هو يعيش 5 سنين بتكون 83%. تخيلوا بقى الفرق بين دي ودي، يعتبر الضعف. اخدتوا بالكم؟ عرفتوا ان ستيج 4 مصيبه نسبه ان هو يعيش 5 سنين بعد الايفالويشن قليله جدا، اقل من النص. اما هنا دكاتره يعتبر نسبه كبيره، وهنا بالنسبه لستيج 2 بتكون دكاتره مثلا عباره عن 73%، اما ستيج 3 بتكون 62%. دي النسب اللي موجوده معانا، احفظوها سهله جدا جدا يعني. وده 62%. عايزين تحفظوها؟ هنا 83 نقصنا 10 بقت 73، نقصنا 11 بقت 62، وبعد كده دكاتره احفظوا ال 47 وخلاص. اتفقنا؟ دي يعتبر الاستاجس اللي موجوده معانا عشان اقدر احدد المصيبه اللي فيها التيومر ده وصلت لكام، هل هي لسه في المرحله الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه. فهمنا الفكره ماشيه ازاي، عرفنا الموضوع عامل ايه. بس كده دكاتره دي يعتبر كل حاجه بالنسبه للكلينيكال ايفالويشن. همسح بقى كل البورد دي ونتكلم عن الباثولوجيكال ايفالويشن. لما اجي اخد عينه واحطها تحت الميكروسكوب، هل هي عباره عن او الديفرنشيشن بتاعها من النوع الويل، ولا الديفرنشيشن بتاعها من النوع المودريت، ولا الديفرنشيشن بتاعها من النوع بورلي؟ ويبقى كده خلصنا خلاص. يلا بينا. يلا دكاتره عشان نتكلم عن الهيستوباثولوجيكال ايفالويشن. دلوقتي احنا هنتكلم عن ايه؟ دلوقتي هنتكلم ان احنا عارفين ان لما يكون يا دكاتره عندنا مالجنانت تيومر بيكون في خاصيه معروفه، الا وهو ايه؟ البيزمنت تمبرين ما عادش بيكون انتكت، بيتقطع، وفي بعض الخلايا من الابيثيليوم بتعمل انفيجن داخل الكونكتيف تيشو. دي حاجه مشهوره عن المالجنانسي، واحنا متفقين عليها من الفيديو اللي فات وحتى الفيديو اللي قبله. تمام زي الفل. عايزين نعرف كده مقدمه، ايه اللي حصل بالظبط؟ اللي حصل يا دكاتره، ودي يعتبر ايرلي ستيج، ان احنا عندنا هنا البيزمنت تمبرين، هنا موجود الابيثيليوم، وهنا موجود الكونكتيف تيشو. اول حاجه حصلت ايه؟ اول حاجه حصلت يا دكاتره ان بقى عندنا ساينس اوف الديسبليجيا داخل الابيثيليوم، ودي احنا متفقين عليها. الساينس اوف الديسبليجيا اللي هم ال 11 ساين اللي احنا متفقين عليهم، تمام. يبقى رقم واحد حصل ساين اوف ديسبليجيا داخل هذه مين؟ داخل هذه الابيثيليوم، تمام. الوقت بقى موجود عندنا ايه؟ الوقت بقى موجود عندنا ديس بلاستيك سيلز داخل الابيثيليوم. هذه الديسبلاستيك سيلز يا دكاتره بتبدا تفرز انزيمز. هذه الانزيمز بتعمل ايه؟ هذه الانزيمز يا دكاتره بتدخل على البيزمنت برين وبتقعد تقطع فيه. يبقى الوقت الديسبلاستيك سيلز بدات تفرز انزيمز. هذه الانزيمز يا دكاتره بتقعد تقطع في البيزمنت برين، فبالتالي هيبدا يحدث عمليه الانفيجن. ما هي عمليه الانفيجن؟ عمليه دخول بعض خلايا الابيثيليوم داخل الكونكتيف تيشو. الوقت حصل دخول لخلايا ابيثيليوم هنا. اوكي يا دكاتره، هتلاقوا خلايا الابيثيليوم بقت تكون موجوده هنا. فانا الوقت بقى
هعمل ايه؟ دلوقتي جالي واحد بنسميه هو عمل كلاسيفيكيشن خاصه بيه. الكلاسيفيكيشن دي بتقسم لي هل الخلايا اللي داخل الداخل الكونكتيف تيشو دي هل هي ويل ديفرنشيتد؟ يعني ايه ويل ديفرنشيتد؟ يعني يا دكاتره خليه متمسكه بالشكل بتاعها وقادره تؤدي الوظيفه بتاعتها. وظيفه خلايا الابيثيليوم ايه؟ ان هي تكون كيراتين. فالوقت يا دكاتره هذه الخلايا في حاله لو هي ويل ديفرنشيتد بتكون متمسكه بمبدأها، متمسكه بالشكل بتاعها وقادره تكون كيراتين، يبقى الوقت متمسكه بالشكل ووظيفه. يبقى الوقت في حاله ان هي ويل ديفرنشيتد احنا بيكون عندنا شكل زائد وظيفه. طب افرض بقى ان لما اجي اعمل ايفالويشن ليها والاقي ان هذه الخلايا مش محتفظه بالوظيفه، محتفظه بالشكل بس. في الحاله دي الدكاتره بتكون مديرت لي تاني كده. احنا عارفين ان الخليه من اسمها انثى صح، خليه فيميل انثى، الانثى بتحب ان هي تهتم بشكلها ولا تقعد تشتغل والوظيفه اكتر؟ طبعا الانثى هتحب اكتر ان هي تهتم بشكلها ومنظرها وكيانها. فالوقتي الخليه هنا اهتمت جدا بالشكل بتاعها على حساب الوظيفه. ففي حاله المديرات لي يا دكاتره هلاقي هنا ان احنا عندنا شكل ولكن مفيش وظيفه، شكل ومفيش وظيفه. يعني ايه مفيش وظيفه؟ يعني مفيش تكوين للكيراتين. اما بالنسبه للبورلي لا في شكل ولا في وظيفه، واحده مش مهتميه بنفسها ولا بتشتغل. خدتوا بالكم؟ يبقى هنا لا شكل ولا وظيفه، من عشان كده سميتها انا بلاستيك. اوكي، لا شكل ولا وظيفه، وكل الكلام ده واضح في الرسومات اللي انا راسمها دي وهنفهمها دلوقتي. تاني كده احنا عارفين يا دكاتره عشان نقدر نقول ان هو ده عباره عن مالجنت تيومر لازم يكون حصل انفيجن من الابيثيليوم داخل الكونكتيف تيشو. اول ساين بيحصل ايه؟ ان احنا بيكون عندنا هذه الساين اوف ديسبليجيا داخل الابيثيليوم. فلما حصل هذا الساين اوف ديسبليجيا بدا يكون عندنا ديسبلاستيك سيلز. هذه ديسبلاستيك سيلز هتعمل ايه؟ هتفرز انزيمز، هتقطع البيزمنت ميمبرين، ما عادش انتكت. في الحاله دي هتبدا بعض الخلايا من الابيثيليوم تنزل داخل الكونكتيف تيشو. دلوقتي بقى جالي واحد اسمه هو ده عمل ايه؟ عمل كلاسيفيكيشن، صنف لي الابيثيليوم دي او الابيثيليال سيلز دي اللي دخلت داخل الكونكتيف تيشو هل هي متمسكه بالشكل والوظيفه؟ هنسميها ويل ديفرنشيتد. وفي حاله دكاتره ان لما يكون عندنا ويل ديفرنشيتد سيلز او ويل ديفرنشيتد ابيثيليال سيلز في الحاله دي بيكون علامات المالجنسي قليله جدا 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 جدا. اما دكاتره لما يكون عندنا هذه الابيثيليال سيلز مودريتلي ديفرنشيتد في الحاله دي بيكون الساينس اوف مالجنسي بتكون متوسطه. اما دكاتره لو كانت هذه الابيثيليال سيلز بورلي ديفرنشيتد في الحاله دي بتكون علامات المالجنسي عاليه جدا جدا جدا. اوكي تمام، تعالوا بقى نتكلم عن الشكل اللي انا شايفه قدامي ده. انا شايف قدامي ايه؟ انا شايف قدامي عندي هنا ابيثيليوم، عندي هنا بيزمنت برين، وعندي هنا كونكتيف تيشو. زي ما انتم شايفين الابيثيليوم اهو في ساينز اوف ديسبليجيا ان ابيثيليوم هنا وهنا وهنا، يبقى التلاته متفقين ان احنا عندنا ساينز اوف ديسبليجيا في الابيثيليوم، والتلاته متفقين ان احنا عندنا البيزمنت برين بقى متقطع. شايفينه عامل ازاي؟ متقطع، ما عادش انتكت، تمام؟ ولكن بقى دكاتره التلاته دول مختلفين في الكونكتيف تيشو نفسه. الكونكتيف تيشو هنا مختلف عن الكونكتيف تيشو هنا، مختلف عن الكونكتيف تيشو هنا. ليه؟ لان هنا عندنا الخلايا الابيثيليوم ويل ديفرنشيتد. الخلايا الابيثيليوم هنا متوسطه في الديفرنشيشن، الخلايا الابيثيليوم هنا مفيش ديفرنشيشن خالص، نو ديفرنشيشن، مش قادر اميزها. يعني يا دكاتره لا عادت محتفظه بشكلها ولا عادت بتعمل وظيفه، لا عاد تكوين كيراتين، من عشان كده ما قلتوش شايفين هنا حاجه حمراء، وحتى الشكل بتاعها ما عادتش متمسكه فيه. شايفين منظرها عامل ازاي؟ خدتوا بالكم؟ فده يا دكاتره يعتبر الشكل اللي معانا. تعالوا بقى نتكلم عن كل واحده فيهم لوحدها. اول حاجه هنبدا بيها الا وهي الويل ديفرنشيتد اسكوما سيل كارسينوما. بالنسبه لدكاتره الويل ديفرنشيتد سكوما سيكرسينوما عشان نوفر وقت وما نضيعش اي حاجه هنقول لك ان هي بتحتفظ بالشكل والوظيفه. ما هو الشكل؟ ان هو دكاتره بيكون عندنا سيل نست. ما هي السيل نست؟ اللي هو المنظر ده، وبيكون عندنا كيراتين بيرل. يبقى احنا بيكون عندنا زي ما انتم شايفين عندنا السيل نست والكيراتين بيرل. خدتوا بالكم؟ فالوقت الشكل، ما هو الشكل؟ اللي هو السيل نست، تمام؟ تجمع من الخلايا في ادهشه ما بينهم متماسكين في بعض بالمنظر ده، وبيكون عندنا كيراتين بيرل يا دكاتره زي ما انتم شايفين اهو. ممكن يكون عندنا كيراتين بيرل داخل السيل نست زي ما انتم شايفين هنا. ففي حاله يا دكاتره الويل ديفرنشيتد سكوما سيكرسينوما هي بتأدي الوظيفه بتاعتها، من عشان كده بتكون الكيراتين بيرل.
وكمان يا دكاتره محتفظه بالشكل بتاعها، فبيكون عندنا المنظر بتاع السيلنس، بيكون عندنا دكاتره زي ما انتم شايفين كده هذه الكرونيك انفلاماتوري سيلز، ودي برضو حاجه ناخد بالنا منها داخل هذا الكونكتيف تيشو. بيكون يا دكاتره في حاله الويل ديفرنشيتد سكوما سينوما بيكون عندنا مينيمال ساينز اوف مالجنسي، دي احسن حاجه فيهم. يبقى دلوقتي لو سالتك مين احسن حاله في حالات الهو كلاسيفيكيشن، هتقوم قايل لي الويل ديفرنشيتد سكواما سيكرسينوما هو احسن حاجه، لان بيكون فيها اقل نسبه من المالجنسي. طب بالنسبه لدكاتره للمدرات ليه؟ المدرات ليه زي ما انتم شايفين كده هنا في الرسمه دي، هل هنا موجود كيراتين بيرل؟ لا. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان ما عادش في وظيفه. ولكن انتوا شايفين هنا الابيثيليال نست او السيل نست، ايوه انا شايف السيل نست، يبقى فيه شكل، يبقى احنا عندنا شكل الا وهو السيل نست اوكي متاحه، ولكن ما عادش وظيفه، نو كيراتين بيرس اوكي دكاتره تمام. ولكن بيقول لك ممكن في بعض الحالات ممكن تشوفها وممكن لا، ان يكون عندنا دكاتره حته صغيره جدا كده بنسميها كيراتين فقاي، فقاي صغيره جدا من الكيراتين، ممكن نشوفها وممكن لا اوكي، دي بنسميها كيراتين فقاي اوكي، ممكن نشوفها وممكن لا زي الفل. فدي دكاتره يعتبر النقطه الخاصه بالمودريتلي. برضو بالنسبه لي الساينز اوف مالجنسي بيكون مودريتلي ساينز اوف مالجنسي اوكي، بيكون مودريتلي science of malignancy اوكي دكاتره تمام. وبرضو بيكون عندنا كرونيك انفلاماتوري سيلز زي البلازما سيلز دكاتره وزي الليمفوسايتس، متفقين عليها زي الفل، الرسمه موضحه كل حاجه. طب تعال نبص كده على الاخيره الا هي البورلي ديفرنشيتد. البورلي ديفرنشيتد هنلاقي دكاتره ان الخلايا الابيثيليوم اللي موجوده هنا لعدت متمسكه ببعضها، الديسموزومز اللي كانت ما بينهم اتقطعت، الشكل بتاعهم اختلف، ما فيش اي كيراتين خالص زي ما انتم شايفين هنا. فهنا دكاتره لا في شكل ولا في وظيفه، يعني ما فيش سيل نست ولا في حتى الكيراتين بيرل. وللاسف الشديد يا دكاتره وقت ما تكون المنظر عامل كده بتكون دي ديفرنشيتد او بتكون بورلي ديفرنشيتد، في الحاله دي يا دكاتره بيكون هاي ساينز اوف مالجنسي، ودي حاجه خطيره جدا 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 وتخوفني. اتفقنا يا دكاتره؟ والله تقسيمه سهله جدا وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. انا كده خلصت كل حاجه متعلقه بالسكوما سيكرسينوما اوكي زي الفل. اشوفكم ان شاء الله يا شباب الفيديوهات اللي جايه. يلا سلام.